26 غشت 1962 في روما العاصمة ديال طاليان. الحسن الثاني يلاه دابا شهر باش تربع على العرش ولا ملك. كان غادي عليه ما بيه كيدوز العطلة ديال الصيف كيتسارى في شوارع روما. شوية أتى التليفون كيسرسر. شكون تيعيط ليه في هاد الوقت؟ مرتو لالا لطيفة اللي في شهرها التاسع. الو راجلي العزيز، راه الحال تزاد عليا شوية، واقيلا سيدي ربي اليوم غادي يرزقنا، واقيلا النهار جا. الحسن الثاني ما فكرش جوج مرات وبالزربة وكل حماس، ديما طوموبيل غادي قاصد الكلينيك، يكسيري ويقول مكسيريت، عان وقلبه كيضرب. دخل الكلينيك كيجري يجري ويقول ما جريت، فرحان ما قاداه فرحه. دخل عند الطبيبه قال لها امدرا، قالت له مبروك تزادت عندك بنيه. الحسن الثاني بحال اي انسان غادي يولي اب لاول مره، وقف في بلاصتو. بنتي كبيتي بنت ملكية، أول مولود غادي تزاد عند الحسن الثاني. واش غادي تكون مجرد أميرة كتحمل لقب ولا غادي تصنع عليها طريق خاص؟ البنية الصغيرة كانت ملفوفة في غطاء أبيض ناعسة وزوينة ما شاء الله. الحسن الثاني غادي يهز بنيته بشوية، غادي يقبلها على راسها وغادي يأذن في ودنيها، وغادي يحمد سيدي ربي ويشكره وقال حمدتك يا ربي وشكرتك اللي هديتيني بنية، أول مولود عندي غادي نسميها لالا مريم. سيداتي سادتي، حلقة اليوم لا 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 ماشي بحال الحلقات الاخرين، هذه الحلقة هذه استثنائية. علاش؟ لان الشخصية اللي تنهضروا عليها استثنائية. حلقة اليوم يا قوتة القصر الملكي يا ولد عمي، اللي عمرها دخلات غرفة التجميل ولا لصقات الشفران ولا رسمات الحجبان ولا ركبات العدسات ولا نفخات الخدود. اللهم المغرب البلد التقليدي الحر ديالنا، ابنة ملك اخت ملك وحفيدة ملك، هي اول مطلقة في العائلة الملكية، اول اميرة كتخرج العلن بتسريحة شعر غير مألوفة. الشريفة العلوية صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم. أجي نشوفوا الأسرار ديال الأميرة لالا مريم، شنو القصة ديال حياتها، شنو دارت للمجتمع المغربي، شنو أسرار الزواج ديالها، شنو أسرار الطلاق ديالها، كيفاش تمردات على القصر الملكي، كسرات القواعد والتقاليد المخزنية. رقيت لكم هاد القويميلة ديال اليوم، مش قويميلة صراحة، هادي مرميطة كطيب في كانون معرفناش شنو فيه. واليوم غادي نعرفوا شنو مخبي فيه. تبعوا معايا الفيديو من الاول حتى الاخر، ما تزقلوا والو باش نعرفوا شلابوك حوايج. اعطونا لايك، اشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام، على بركة الله نبداو. 1997 الصدمة، قرار ملكي رسمي، أول مرة في تاريخ المغرب أميرة مغربية غادي تطلق. إعلان طلاق الأميرة لالا مريم من زوجها فؤاد الفلالي، كلشي تصدم. كانت مفاجأة من العيار الثقيل، تلقاها الشعب المغربي اللي ما كانش كيحساب له أن أبغض الحلال عند الله كيطرق البيبان حتى ديال الأمراء والأميرات. ما كانش كيحساب له أن حتى الأميرات كيطلقوا، خصوصا أميرة الرقة والأناقة لالا مريم. الروينة ناضت خصوصا قبل ما يموت الحسن الثاني الله يرحمه، ضربة موجعة تلقاها القصر الملكي والشعب. منين ناضت موت فؤاد الفلالي وتقبت الورقة وقالت في واحد الانترفيو مع صحيفة إيطالية ريبوبليكا، قالت أنه في حالة عدم تواجد سليل للحسن الثاني فراه ولدي فؤاد هو اللي غادي يتربع على عرش المغرب. يعني كون الحسن الثاني ما عندوش أولاد فراه ولدي فؤاد راجل الأميرة لالا مريم هو اللي غادي يولي ملك المغرب. ناري ناري قفرتها. كان هذا الحوار هو القشة اللي قسمات ظهر البعير. الديوان الملكي غادي يصدر بلاغ شديد اللهجة وغادي يقطع الصلة مع آل الفلالي. أبات الفلالي اللي كان وزير الخارجية قدم استقالته وخوى الطريق. ولد فؤاد الفلالي طليق لالا مريم وبات ولادها، حيدوه من على رأس المجموعة الاقتصادية أونا الملكية. وبقات هاد القطيعة حتى تزوجات بنتها الأميرة لالا السكينة وانتقلات لباريس فين ساكن باها وجدها باش تكمل قرايتها تما، وحتى توفى جدها عبد اللطيف الفلالي، الشي اللي ساهم في توطيد العلاقة بين الأب والأبناء وتطبيع العلاقة ديال العائلة مع القصر الملكي. الأميرة لالا مريم أول أميرة مغربية كتعلن الطلاق ديالها، وبجرأة قدرات تكسر قواعد القصور الملكية وبينات الجانب الخفي كأميرة عصرية. وكانت أول أميرة مغربية كتكسر قواعد تسريحة الشعر وصدمات العالم منين قررت الأميرة تبدل تسريحة ديال الشعر ديالها من تسريحة عادية لتسريحة عصرية وفرضات شخصيتها في المغرب باش تولي
رمز تحرر المرأة المغربية من القيود وقدرات تبدل النظرة ديالها للمجتمع المغربي للمرأة المغربية المطلقة. وهذا الشيء اللي فهمه أخوها محمد السادس وعينها رئيسة الاتحاد النسائي المغربي ورقاها محمد السادس لرتبة كولونيل ماجور وكانت رمز وأيقونة للمرأة المتحررة وفي نفس الوقت كتحترم الأصول ديالها وكانت هي الوجه الإعلامي لأميرات القصر الملكي المقربين منها أكدوا على التواضع ديالها وعلى حبها للحياة والسفر والحياة البسيطة. هذا الشيء راجع للطفولة ديالها، عاشت طفولة استثنائية. هي أول مولود زاد عند الحسن الثاني، ملي كانت صغيرة كان باها الحسن الثاني كيشدها من يديها وتيقول لها كيهضر معها بحال شي مرة كبيرة، تيقول لها يا مريم راه الأميرات الحقيقيات راه ماشي هما اللي تيجلسوا في القصور، الأميرات هما اللي كيفكروا في المشاكل ديال الناس. كانت عزيزة بزاف على باها الحسن الثاني وكانت المدللة في القصر الملكي. ومن بعد الولادة ديالها بعام واحد الأم ديالها لالا لطيفة غدت ولد المولود الثاني سيدي محمد اللي هو الوريث ديال العرش الملك واللي هو محمد السادس. فعاشت مع أخوها الصغير سيدي محمد وكبروا بزوج، لعبوا بزوج وقراوا بزوج وكانت الحامية دياله. يمكن تفكر أن بنت الحسن الثاني غادي تكون مدلعة مدللة عايشة حياة سهلة، لا 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 راك غلط. لالا مريم كبرات في واحد القصر للقوانين فيه صارمة وما كاينش فيها مجال للخطأ. من صغرها تعلمت أنها ماشي غير بنت القصر ولكن عندها مسؤولية ثقيلة. بدأت دراسة ديالها في المدرسة المولوية في القصر الملك. اللي ما تعرفش المدرسة المولوية راه ديجا درنا ليها فيديو إلا بغيتي تشوفه وتعرف كيفاش المدرسة المولوية كيقريو الأمراء والملوك باش تيخرجوا لنا الملوك والأمراء. قلنا قرات في المعهد الملكي داخل القصر الملك وتربات على الطريقة المخزنية الأصيلة. شدات البكالوريا في 1981، انتقلت لجامعة محمد الخامس في الرباط وشدات الإجازة في علم الاجتماع ومن بعد مشات تتكمل قرايتها في أمريكا. رجعت للمغرب، عينها الحسن الثاني رئيسة المصالح الاجتماعية ديال القوات المسلحة الملكية وكانت معروفة بالإطلالات ديالها المميزة وبالحضور القوي. المهم قررت تعيينك على رأس المصلحة الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، وهذا التعيين وفي آن واحد شريف وتكليف. شريف لأن كل من انتمى إلى أسرة القوات المسلحة الملكية فيصبح مشرفا. تكليف واحد نهار وهي شابة شافت أطفال في الشوارع معدبين بلا مدرسة وبلا رعاية وهنا قلبها تقلب. قالت مع راسها ما يمكنش نبقى نتفرج وانا عندي القدرة انني ندير شي حاجة. ومن هاد النهار بدات كتحلم بمرصد وطني للطفل كيحمي حقوق طفل. وهكذا تأسس المرصد الوطني لحقوق طفل باش كل صغير يكون عنده اللي يهدر عليه سواء في التعليم سواء في الصحة. وما وقفاتش هنا، دخلت حتى في الدوسي ديال حقوق المرأة وقالت اش من مجتمع غادي قدم بلا النساء ديالو، خاصنا نقويو المرأة باش نقويو المجتمع. لالا مريم ماشي غير أميرة بل هي رمز ديال الإنسانية. خدمتها ما كانش باش تزيد الأضواء على السمعة ديالها ولكن كانت باش تخلي المغرب ديما واقف برجال وبنساء. كانت من أول المنخرطات في المصادقة على الاتفاقية العالمية للطفل وقالت جملة غتبقى للتاريخ. اسمع معايا مزيان هاد النويطة هاد. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصة لديني ولملكي ولوطني وأن أؤدي مهمتي بصدق وأمانة. الحسن الثاني في 1999 كلفها برئاسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج. لالا مريم رئيسة الجمعية المغربية لدعم ومساندة اليونيسيف، رئيسة ديال المرصد الوطني للطفل، رئيسة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، ورئيسة مؤسسة الحسن الثاني لقدماء المحاربين. ومن 2011 كانت عندها مهمة ديال سفيرة اليونيسكو ولكن الصدمة هي اللي جاية في الطريق. 1984 أعلن القصر الملكي خبر خطوبة الأميرة لالا مريم من الشاب فؤاد الفلالي، زواج تقليدي، زواج بتخطيط من الملك الحسن الثاني. فشكون هو فؤاد الفلالي؟ مصرفي في ويل ستريت في أمريكا، باه هو عبد اللطيف الفلالي الوزير الأول للملك الحسن الثاني وواحد من أقرب المقربين للحسن الثاني. في عمر الأميرة ديك الساعات 22 سنة وفؤاد الفلالي عنده
27 سنة بفاس. زواج أسطوري للأميرة اللي تقام على طريق المغربية الأصيلة وتوزعات الهدايا على الفقراء والمحتاجين. العروسة مرهونة في دار باها مرهونة. حفل ملكي أسطوري. 1986 عين الحسن الثاني فؤاد الفلالي راجل بنته كمدير شؤون لشركة أونا أومينيوم شمال إفريقيا اللي هي المجموعة الاقتصادية الأولى في المغرب، شركة قابضة كتمتلكها العائلة الملكية، وبالخبرة دياله حولها الإمبراطورية عملاقة وساهمت بزاف في تطوير الاقتصاد المغربي. 3 أبريل 1981 الأميرة لالا مريم تزادت عندها بنية واللي هي أول حفيدة للملك الحسن الثاني فرحي وسعدي. الحسن الثاني ولا جد وولات عنده أول حفيدة وسماها لالا سكينة. لالا سكينة كانت هي المدللة دياله وتعلق بها لواحد درجة كبيرة لدرجة بنى لها مسجد كامل في مدينة الرباط وسماه بسميتها مسجد لالا سكينة. لالا سكينة كانت هي الوحيدة اللي تقدر تطلب من الحسن الثاني أي حاجة بغات. وحاليا الأميرة لالا سكينة عندها 38 سنة. 1988 ترزقت الأميرة لالا مريم بالمولود الثاني مولاي إدريس، وهو حاليا رجل أعمال مزوج وعنده جوج وليدات وما كيبغيش يبان بزاف. أجي لالا سكينة Voilà, donc j'aimerais que vous puissiez nous présenter vos petits-enfants. Il a 7 ans. واليوم لالا مريم ماشي غير أميرة في البروتوكول ولكن أيقونة في الدفاع ديالها على الأطفال وعلى النساء. بنت الحسن الثاني اللي تربات على المبادئ ورغم الرفاهية الملكية بقات دائما قريبة من الناس وقريبة من الهموم ديالهم. هاد القصة ماشي قصة ديال أميرة عادية ولكن قصة ديال إنسانة عرفات شنو المعنى ديال العرش، عرفات شنو المعنى ديال الإنسانية، وكل خطوة كانت كديرة كانت كتبرهن على هاد الشيء. لالا مريم بنت ولكن أم للإنسانية. الحياة كيف ما كتجي ماشي ديما واضحة ولا مفهومة، شي مرات كتبان بحال شي طريق مليئة بالورود وشي مرات كتلقى راسك في طريق مظلمة بلا خارطة بلا بوصلة. ولكن الحقيقة أن الحياة هي مغامرة، كل خطوة هي درس وكل منعطف فرصة. الحياة ماشي هي شنو عندك ولا فين وصلت ولكن شكون وليتي في وسط داكشي كامل. هي ديك اللحظة الصغيرة اللي كتفلت بين يدينا، ضحكة صديق، كلمة زوينة في وقت اللي ما كنتيش مصوق، شعاع ديال الشمس كيدخل من الشرجم في نهار شتوي. واحد النهار غادي نوقفوا كلنا في بلاصتنا وغادي نسولوا ريوسنا واش عشت، واش فرحت، واش خدمت ودرت اللي في جهدي، واش عشت لراسي ولا عشت للناس، واش خليت شي اثر في المجتمع اللي انا فيه. والحاجه الوحيده اللي غتبقى هي الذكريات اللي صنعنا والاثر اللي خلينا في قلوب الناس. الحياه تتقول لنا ما تخافش، غامر، ضحك، بكي، سافر، حماق، وعيش اللحظه، عيش كل لحظه بحال هي الاخره لانها فعلا كل لحظه راها فرصة ما كتعاودش. سيداتي سادتي حلقة اليوم سالات. شكرا شكرا لكم بزاف على المتابعة. ما تنسوش تعطونا لايك، تشتركوا في القناة، تابعوني على الانستغرام. فينا هو الانستغرام؟ ها هو الانستغرام. كان معكم اخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير.